تراجعت وزارة السياحة عن قرار إلزام المنشآت الفندقية السماح للمحجبات المرتديات للمايو الشرعي بالنزول لحمامات السباحة باعتبار ذلك تمييزا دينيا بعد نحو 24 ساعة من صدور القرار، فيما اتهم عدد من العاملين بالسياحة مسؤولي الوزارة بالتخبط بإصدار قرار والتراجع عنه دون دراسة. وتضمن المنشور الدوري الجديد والذي تم تعميمه على الفنادق إلغاء ما جاء بالمنشور السابق لحين دراسة الموضوع بعمق. والآن مشاهدينا نذهب بكم إلى فاصل قصير ونواصل من بعده نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، ومن بعده نتعرف على حقيقة مشاركة مصر في حفل تنصيب حسن روحاني رئيسا لإيران، فتابعوني.